مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الاعزاء في فلسطين المحتله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج بانوراما الفلسطينيه، والتي نخصصها لمناقشه التهديدات والمخاطر الصهيونيه الحقيقيه التي تهدد بتقسيم المسجد الاقصى المبارك في ضوء تصاعد اقتحامات المستوطنين وتنظيم الزيارات لليهود المتطرفين داخل ساحاته، وفي ظل تقديم مشروع قانون للتقسيم تم عرضه مؤخرا على الكنيسة الصهيونية. أهلا بكم. فقد حذرت مؤسسة الأقصى للوقف التراث الناشطة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من موجة اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك خلال الأيام القادمة، حيث دعت منظمات يهودية تنشط في مجال الدعوة لبناء الهيكل المزعوم لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى في 28 من الشهر الجاري الذي يصادف عيد الهانوكا. وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد وجه في الأسبوع الماضي نداء خاصا إلى كل من العاهل السعودي والعاهل المغربي والعاهل الأردني لاستخدام ما لديهم من نفوذ وعلاقات دولية وإقليمية لوقف الخطر الذي يهدد الأقصى. كما دعا الاتحاد جميع المسلمين في العالم إلى جعل اليوم الجمعة كجمعة لإنقاذ القدس والأقصى، ودعا إلى التظاهر السلمي دعما للقدس واحتجاجا على إجراءات الاحتلال فيها. من جهتها طالبت رابطة علماء الأردن في بيان لها الأسبوع الماضي الحكام المسلمين إعلان موقف واضح وقوي تجاه ما يجري من أحداث في القدس والمقدسات واتخاذ الإجراءات العملية والتي من شأنها المحافظة على كرامة المسجد الأقصى. هذا وقد اعتبرت مؤسسات فلسطينية ومقدسية أن الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية ما هو إلا جزء من مخطط يستهدف للتقسيم كأمر واقع تفرضه دولة الاحتلال على الواقع الفلسطيني والعربي المشتت والمنشغل بقضايا وهموم داخلية، وعلى العالم الإسلامي الذي لا يقدر خطورة المرحلة. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بالشيخ الدكتور عبد المعز حريز، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية وعضو هيئة علماء فلسطين في الخارج. كما سيكون معنا عبر الهاتف السيد محمود أبو عطا، المسؤول الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث. دكتور عبد المعز، اهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، واهلا وسهلا بكم جميعا. اهلا بكم في لندن. دكتور، هل هناك حقيقه خطر حقيقي يحدق بالقدس، ام ان المساله من قبيل المبالغات الاعلاميه والمبالغات لدى بعض الساسه الفلسطينيين وغيرهم من المهتمين بالشان المقدسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. سؤالك عن واقع الذي يجري في القدس وما يجري في الأقصى وما يجري في فلسطين، هل هو شيء حقيقي أو هو شيء من المبالغة تفرضه السلطة أو منظمات المؤتمر الإسلامي أو غير هذه المنظمات؟ الواقع الذي تعلنه أو تعلنه إذاعات اليهود المحتلين لفلسطين تبين الواقع، وكاميرات التلفزة تتصور ما يجري، تصريحات نتنياهو، كل هذا يؤيد ويؤكد ما الذي يجري. حقيقة الذي يجري أن اليهود يريدون أن لا يبقى أي أثر إسلامي لا جغرافي في الزمان ولا في المكان ولا سكاني، لا في الأقصى ولا في القدس. لأجل هذا تقوم أو يقوم اليهود بسلطة الاحتلال بكل مجالسها، تقوم بخطوات متعددة للوصول لهذا الهدف. الذي يعلن اليوم أنهم يريدون التقسيم، لكن الحقيقة ما جرى في تقسيم المسجد الإبراهيمي في الخليل، والآن أعلن عن المسجد ليكون يهودي بكل ما فيه، وكذلك مسجد في بيت لحم، هي نفس الصورة ونفس الخطوات. اليهود الآن الذي فعلوه كالآتي: الحفريات كما يعلم الجميع من سنوات طويلة الأنفاق تحت الأقصى، وبعضها وصل إلى أماكن داخلية لا يصل إليها أحد، وهذا يعني يهدد كل بنيان المسجد الأقصى حتى لو صار في هدم. البعد الثاني أنهم عملوا عزل حقيقي جغرافي تحت عنوان العزل البيئي، فأقاموا ما يسمى بالحديقة التوراتية من أراضي الطور والعيسوية تقدر ب 740 دنم، لتكون حائب يعني ويبنى عليها بناء كبيرا لتكون في واجهة الأقصى.
من جهة أخرى عملوا سبعة إلى ستة إلى سبع حدائق أخرى تحيط فتكون سور، هذا السور الذي يجعلونه مانع من دخول الناس وحاجز بين الفلسطينيين والقدس والأقصى. القضية الثالثة بعد ذلك، بعد أن قاموا بهذا، يعلنوا أنهم يريدون التقسيم أو يريدون أن يضعوا جزءا من الهيكل على جزء من ساحات الأقصى، والحقيقة ليس هذا هو المطلوب، إنما التقسيم هي خطوة من الخطوات، والإعلان عن بناء الهيكل في الساحات خطوة، والخطوة الحقيقية هي أن لا يبقى أي وجود للإسلام والمسلمين في الأقصى على مدار في المرحلة الحالية. هل إذن دكتور هي خطوات لبناء الهيكل المزعوم؟ هي خطوات لإزالة، بلا شك هي خطوات لبناء الهيكل المزعوم ببعده التوراتي. هذا الهيكل أو هذه الخطوات التي تنشئها مؤسسات الاحتلال اليهودي، مجالس الاحتلال اليهودي بما فيه الكنيسة والحكومة تقرها حتى تجعل منه قانون، وآخر قانون قدم الأخطر من هذا مع القدس حتى نبين كيفية عزل الناس وتضريد الناس من فلسطين إلى الخارج، آخر قانون الآن يقدم بالقراءة الأولية للكنيسة اعتبار أن الأردن هي أرض فلسطين، هي أرض الفلسطينيين، وهذا يعني أن الفلسطينيين يجب أن يخرجوا إلى الأردن إلى أرضهم، وكأن اليهود بمجالسهم يملكون أن يقرروا أين يسكن الناس وأين أرض الناس وأين موطن الناس، والناس لا تعرف موطنها إذن، وعلى الكنيسة أن يقرر وعلى الناس أن يقبل. ظننت أنك عندما أشرت إلى مسألة القوانين التي تقدم من قبل الأحزاب المتطرفة وكل الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة، ظننتك أنك ستشير إلى مشروع القانون الذي تقدم به أحد هذه الأحزاب لجعل اليهود أو لإعطاء اليهود حق الصلاة في المسجد الأقصى. نعم، والذي قدم قبل أسابيع. هذا الذي قدم إعطاء الحق لهم بأن يصلوا جماعات وأفراد، وأن تقسم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا كما قسم المسجد الإبراهيمي في بداياتها قبل سنوات طويلة. الآن المسجد الإبراهيمي في البداية كان يقسم الناس بالطريقة المشروع المقدم للأقصى، ثم لما تطور الأمر وتمسكوا بالمسجد الإبراهيمي ومنعوا الناس وضيقوا على الناس فلم يعد أحد يدخل. الآن في الأقصى يفعلوا نفس الخطوات، الآن مضايقات عليهم، مضايقات على الشباب، على الكبار، على الصغار، بدأت منذ مدة طويلة بأن الناس لا يدخلون الأقصى إلا بأعمار معينة، الآن لا أكثر من ذلك. الآن عندنا أناس بدأوا يواجهوا هذا المخطط. مواجهة هذا المخطط بأركانه الثلاث تمت من الشباب الفلسطينيين في القدس والأقصى وفي فلسطين ممن يأتي تحت عنوان مصاطب العلم، فجاءوا ليرابطوا، ونقول من ناحية شرعية نعم وجودهم رباط، وإذا كان الذي يقيم في فلسطين كل فلسطين تحت الاحتلال اليهودي يعتبر رباط حتى لا يفرغ الأرض لليهود، فنقول إن عمل هؤلاء الشباب بقدومهم للمسجد ليتعلموا العلم الشرعي أولا ثم ليرابطوا حتى لا يسمحوا لليهود بالمساس بأي جزء من الأقصى. مع ذلك الآن لحقتهم الأنظمة اليهودية المحتلة بأن أخذتهم للمحاكم، منعتهم من الدخول، فكان عزل الشخصيات وعلى رأسها الشيخ رائد صلاح من دخول الأقصى بعد 300 متر من سنوات طويلة، الآن ممنوع من دخول القدس، الشباب نفسهم ممنوع يدخلوا وإلا يحاكموا ويطردوا، فهو تفريغ للأقصى من الناس، ثم التفريغ إما بالقرارات وإما بالتفريغ الجغرافي الذي أوضعوه والحواجز الجغرافية مما يجعل الأقصى لهم. الآن الخطوة الزمنية تفضلت فيها الآن في التقسيم هي مرحلية، يصلي اليهود فترات معينة، يقيم صلاتهم الجماعية وأدعيتهم وما إلى ذلك أو الفردية في هذا الزمان والمكان، ثم سينتقل خطوة أخرى. وهل المقصود هو إقامة صلواتهم وطقوسهم التعبدية في ساحات المسجد الأقصى أم أنها في داخل المسجد الأقصى؟ لا، هو الساحات، عندما نقول نحن الساحات هو المسجد الأقصى. نعم. المسجد الأقصى كما تعلم ويعلم الإخوة المشاهدون، المسجد الأقصى ليس هو المسجد القبلي. نعم. وليس هو الصخرة. الصخرة. نعم. وإنما كل ما داخل السور هو المسجد الأقصى. نعم. فهم يريدون أن يصلوا في الأقصى بمعنى في ساحة في الساحات التي هي مواجهة ما بين الصخرة وما بين المسجد القبلي. نعم. يستخدمون هذا، وهو المكان الذي أشاروا إليه أنهم يريدون أن يقيموا فيه الهيكل أو جزء من الهيكل المزعوم. طيب، الآن اسمح لي ينضم إلينا من أم الفحم الأستاذ محمود أبو عطا المسؤول الإعلامي في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث. أستاذ محمود مرحبا بك معنا. حياكم الله في الكريم. أستاذ محمود، هنا ضيفي الدكتور عبد المعز حريز يشير إلى المخاطر الحقيقية التي يعني تواجه المسجد الأقصى والقدس عموما، هل لك أن تطلعنا وأنت ممن يعيشون يوميا
مع هم الأقصى. وبالمناسبة الحمد لله على سلامتك، وقد علمنا أنك كنت معتقل خلال الأيام القليلة الماضية، فأرجو أن تضعنا في صورة ما هو الجديد من إجراءات الاحتلال ضد القدس عموما والمسجد الأقصى خصوصا. اسمح لي أن أحييك وأحيي الأستاذ الحريزي، وأؤكد أن ما استمعت إليه خلال الدقائق الأخيرة هو وصف دقيق لما يجري من مخاطر في المسجد الأقصى المبارك. هناك ثلاث محاور بشكل واضح، أهمها أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يحاول أن يفرض واقع جديد بطريق السياسي والعسكري والأمني والقضائي والتشريعي، وهو تقسيم المسجد الأقصى المبارك. اليوم انتقل الموضوع من موضوع مجموعات من المنظمات أو المتطرفين إلى مشروع حكومي تقوده الكنيسة الإسرائيلي. على واقع الأرض هناك موجات من الاقتحامات المتتالية تقودها منظمات مدعومة سياسيا من قبل حكومة نتنياهو وعدد من الوزراء ونواب الوزراء، ويستغلون عادة الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات. ولذلك نحن نواجه ذلك من خلال مشاريع استراتيجية لا من خلال ردات فعل. وفي أوائل هذا المشروع، هو مشروع مصاطب العلم الذي يشارك فيه المئات من طلاب مدارس العلم في القدس والداخل الفلسطيني بالمئات يوميا، يتواجدون من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة، وأيضا مسيرة البيارق التي ترصد المسجد الأقصى بعشرات الحافلات يوميا. الاحتلال الإسرائيلي اليوم يجهز لحملة جديدة من الاقتحامات تبدأ يوم الخميس القادم بما يسمى عندهم بعيد الحنوكا المشاعل. في نفس الوقت وبالتوازن مع ذلك هناك مخاطر الحفريات. أخي الكريم، الحفريات اليوم وصلت إلى أعماق أسفل المسجد الأقصى المبارك باعتراف الاحتلال الإسرائيلي. اليوم يحوط المسجد الأقصى ويطوق بأكثر من 100 كنيس يهودي. اليوم هناك بدايات ومشاريع لإقامة مشاريع ضخمة حول المسجد الأقصى تشكل مرافق الهيكل المزعوم. ولذلك اليوم أمام مخاطر داهمة للمسجد الأقصى المبارك، خطيرة جدا غير مسبوقة، وبنفس الوقت هي سريعة جدا. وهي ملاحظة مهمة جدا، ما كان الاحتلال الإسرائيلي يفعله عبر سنوات أو أشهر اليوم ينفذ خلال أسابيع. الاحتلال الإسرائيلي يستثمر الواقع الإقليمي من أجل تسريع استهدافه للمسجد الأقصى ولمدينة القدس. طيب سيد محمود، ذكرت أنت أنه يوم الخميس القادم 28 من الشهر الجاري في عيد الهانوكا أي المشاعل اليهودي سيتم هناك اقتحامات جماعية، يعني ماذا أنتم فاعلون إزاء مثل هذه الاقتحامات، وما الذي يعني يطلب من الأمة في مثل هذا الظرف؟ نحن نعتمد الرباط الدائم والباكر في المسجد الأقصى، ولا شك أنه عندما تصعد عمليات الاقتحام تكثف عمليات الرباط، وأمامنا سيناريوهات كثيرة مفتوحة، منها أيام النفير، منها أيام الاعتكاف، منها شد الرحال أكثر، منها التواصل مع طلاب مدارس القدس مع الهيئات الفاعلة في مدينة القدس. سنكون هناك بكل حال، سنكون يوم الخميس، قبل يوم الخميس وبعد يوم الخميس. أما المطلوب من الأمة، الأمة عليها أن تنتبه إلى المخاطر الجمة التي يتعرض لها المسجد الأقصى. الاحتلال لا يريد فقط أن يقنن صلوات يهودية أو أن يجعل هناك تقسيم زماني. الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الصهيوني الذي أوضح طريقه بن غوريون يريد أن يصل إلى بناء الهيكل المزعوم. إذا قننت وإذا سمحت صلوات اليهود الجماعية، معنى ذلك أنهم وضعوا الخطوة الأولى لبناء الهيكل المزعوم. السؤال، هل تقبل الأمة أن ترى المسجد الأقصى يحول إلى هيكل مزعوم أو أن يقسم؟ وبالتالي فإن على الأمة أن تتحرك بشكل عاجل على كل المستويات الرسمية والشعبية، الأمراء، الجمعيات، المؤسسات، من أجل نصرة المسجد الأقصى. على الجميع أن يرسل رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي أن مليار ونصف المليار وأكثر من المسلمين مستعدون للدفاع عن المسجد الأقصى، وإلا
فإن الاحتلال الإسرائيلي سيتغول أكثر ويستهدف أكثر المسجد الأقصى المبارك. طيب أستاذ محمود، أرجو أن تبقى معي، أنتقل لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد المعز. دكتور، يعني إذا كان هذا هو الواقع، وربما هذا الجزء من الواقع وجزء من المخاطر التي تهدد القدس والأقصى، ما هو تفسيركم للصمت العربي والإسلامي والدولي إزاء هذه الجرائم الصهيونية؟ هو الواقع والصمت هذا عشان نحكم عليه ما هو، أنا بدي أسأل وأقدم سؤالك بطريقة أخرى شرعية، ما الحكم الشرعي اتجاه الذي يجري، الحكم الشرعي المتعلق بكل هؤلاء الذي ذكرت، ما حكمهم الشرعي أفراد وجماعات ومؤسسات ودول اتجاه الذي يجري في الأقصى وفلسطين؟ ما مكانة الأقصى في الحكم الشرعي عندنا؟ ما الواجب علينا اتجاه هذه الأرض؟ هذه الأرض التي أنزل الله تعالى فيها الآيات، تلو الآيات، ليقول عنها أنها مباركة. هذه الأرض التي هي قبلتنا، وهي الربط الذي ربط الله تعالى به بين مكة والقدس، هذا الربط الذي تصبح به مكة والقدس في مكان واحد عندنا، هذا الربط أمام كل مسلم، ما الذي يتوجب عليه؟ إذا كان العلماء يقولوا أنه أي أرض إسلامية إذا احتلت يصبح الجهاد، وهو جهاد ليس جهاد اللسان، وليس هو جهاد الكلمة البعيدة، وإنما الجهاد الحقيقي بمعناه الحقيقي الذي يعني طرد العدو ومقاتلته، يصبح فرض عين على أهل تلك الأرض، فإن لم يستطيعوا صار فرض عين على كل من يجاورهم حتى لا يبقى العدو على أرضهم. إذا كانت أي أرض من أراضي الإسلام هذا هو حكمها، فكيف بالقدس وكيف بالأقصى التي هي في هذه المكان الشرعي وفي هذا المكان المقدس الذي جعله الله تعالى مباركا قبل أن يأتيه إبراهيم ولما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أقول إن الفرض الشرعي، لأن كان أخونا من القدس الآن يتكلم من داخل فلسطين ويقول بأنهم سيرابطون، وأتكلم هنا من حيث الواجب الفردي أولا في داخل الأرض المحتلة، أنهم سيرابطون، فأقول بورك هذا الرباط، وهو فرض عين عليهم أن يرابطوا بأنفسهم بما استطاعوا حتى يمنعوا أي نوع من المساس بالأقصى، وكل من يستطيع أن يقدم شيء هناك ولا يقدمه فهو آثم. أتكلم هذا لأن بعض أبناء الشعب الفلسطيني يظن أنه ليس عليه واجب في الداخل والواجب على أهل الخارج، فنقول أولا نتكلم عن أهل الداخل في الحكم الشرعي، كل من يستطيع أن يجلس في الأقصى أو أن يأتي إليه ليمنع أي أذى ومساس بالأقصى فهذا واجب عليه، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، المؤسسات التي في داخل فلسطين، كل مؤسسة تستطيع أن تعمل شيء من هذا فيتوجب عليها، لا أن تقوم بمباحثات سرية يعلن عنها في الإعلام بأن الذي يجري استقالات وهمية وشكلية، وأن هناك طلب من نتنياهو لعباس بأن يعترف بيهودية الدولة وإلا لا مفاوضات، ثم يعلن عن أناس يعقدوا صفقات في حوار مع اليهود كالتي عقدت في المرة الأولى قبل أوسلو، يوم أن كان الناس يجلسوا ليتباحثوا في أمريكا مباحثات علنية، وكان في السر هناك فريق آخر يعمل حتى أخرجوا لنا أوسلو. الآن هناك فريق يقوده بعض الشخصيات من السلطة الوطنية الفلسطينية، يقوده هذا الفريق ليقوم بمباحثات سرية ليصل ويخرج علينا في هذا الزمن أو في هذا الوقت عليهم. أقول لهؤلاء الذين يديرون هذه المباحثات، كفاكم عبث بحقوق المسلمين وكفاكم عبث بالمسلمين ودمائهم في فلسطين، إن الذي يجري في فلسطين اليوم هي مؤامرة على الأرض الفلسطينية، على الأرض الإسلامية، على كل من فيها. نعم. هذا للداخل. أما بالنسبة للخارج، وأعود للداخل مرة أخرى وأدعو إخواني العلماء أن يقوموا بدورهم في داخل الأرض الفلسطينية، ليكونوا هم المنارة والنار التي يستدفئ بها الناس حتى يعود الناس إليهم، وحتى يكونوا ويكونوا من أنفسهم جماعات تستطيع أن تقف أمام هذا العدوان اليهودي. أما في الخارج فأبدأ بالعلماء أيضا. ما تلوته علينا في مقدمة الحلقة من بيان اتحاد علماء المسلمين، الحقيقة هذا بيان طيب لكن جاء في غير وقته. البيان صادر أمس في 21 الشهر، كنت أتمنى على الاتحاد وأمانة الاتحاد وأحبائنا وعلمائنا أن يقدموا هذا منذ مدة، والخطر المحدق بالأقصى وفلسطين ليس من أمس، إنما هذا من أيام طويلة، والإعلانات تعلن عند اليهود من مدة طويلة، ثم يأتي البيان بالأمس ليقول للناس تعالوا اليوم قفوا أو تظاهروا أو اعملوا وقفة.
كنت أتمنى أن يكون ليست يوم جمعة وإنما أن تكون دعوة العلماء في اتحاد العلماء المسلمين ليكون أسبوعا متكاملا من اليوم ما دام البيان بالأمس وإلى الجمعة القادمة حتى يثور الناس ويعرفوا واجبهم على الأقل ببشريتهم وبإنسانيتهم التي لا يملكون غيرها من لا يملك. هذا بالنسبة للعلماء، ولا زال الأمر قائم، فلا يقف الأمر للعلماء على بيان، بل لا بد من هم دعوا إلى مؤتمر قمة قبل ذلك في سنوات سابقة لأجل القدس في أول تهديد كان، وأقول لابد نعم أن يقف العلماء ليعلموا الحكام الموجودين بأنهم على يعني على مسؤولية يجب أن يتحملوها بغض النظر عن موقف العلماء من هؤلاء الحكام. هذا من جهة، من جهة أخرى يجب أن يوثق العلماء علاقتهم بالشعوب اتجاه هذه القضية حتى تصبح كلمة العلماء مسموعة لدى هؤلاء الناس في الشعوب. هذا بالنسبة للعلماء. طيب، أما بقية الناس فحديث لا زال قائما. طيب نستكمل هذا الحديث، لكن أنا أريد أن أعود إلى الأستاذ محمود أبو عطا. أستاذ محمود، يعني الحديث في موضوع المخاطر التي تهدد الأقصى والقدس كثير جدا ومتشعب، لكن أنا أريد منك أن تلقي الضوء على ما هي أو مدى خطورة الحدائق التوراتية القومية التي تحاول دولة الاحتلال عملها حول القدس، وكذلك على أهمية مصاطب العلم وكيف تتعامل دولة الاحتلال مع طلاب هذه المصاطب. بالنسبة للحدائق التوراتية، طبعا هناك تخطيط وتنفيذ لثمن حدائق توراتية تلمودية بنظرة تلمودية. أولها يوجد في المنطقة الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى على حساب وعلى أنقاض القصور الخلافة الأموية. اليوم تحولت هذه المنطقة إلى حديقة توراتية، وهناك مسارات ومطاهر تلمودية مزعومة. بجانبها هناك مخطط لإقامة أيضا حديقة وطنية على حساب مقبرة باب الرحمة من الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك. أما حول أسوار القدس القديمة فقد انتهى الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ المخطط بأكمله. اليوم كل محيط البلدة القديمة هو عبارة عن حديقة تلمودية فيها العشب الأخضر، فيها الأشجار، فيها المقاعد، وهناك يأتي السياح والمستوطنون وينظمون الكثير من الحفلات الصاخبة التي تتنافى مع قدسية المدينة. في نفس الوقت أيضا هناك أكثر من 6 حدائق في الجهة، تمتد من الجهة الجنوبية مرورا بالشرقية وانتهاءا بآخرها الذي أقر بطلب مباشر من نتنياهو وجدعون ساعر في منطقة العيسوية على السفوح الشمالية الشرقية من قبالة المسجد الأقصى على مساحة 750 دنم. بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم وفي نفس الوقت يحاول أن يقسم المسجد الأقصى، ولكنه يبني مرافق الهيكل ومن ضمنها الحدائق التوراتية. أما بالنسبة لمصاطب العلم أو مشروع مصاطب العلم، هناك أكثر من 30 مصطبة علم كانت مصاطب تاريخية يجلس عليها العلماء على مدار التاريخ الإسلامي، من ضمنهم طبعا أبو حامد الغزالي، وكان المئات بل آلاف من الطلاب يدرسون هناك الفقه والتفسير وعلم التجويد وعلم التاريخ وغيره. وكان المسجد الأقصى يعني منارة للعلم على مستوى العالم الإسلامي كله. طبعا مع أواخر الدولة العثمانية وبداية الاحتلال البريطاني ثم الإسرائيلي انتهت هذه المصاطب العلم من دورها. قبل تقريبا 12 سنة بال 2000-2001 مع بدايات مسيرة البيارق أنشئ هناك مشروع إحياء المصاطب، فكانت هناك يعني دروس علم يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو يوم الجمعة. من 3 سنوات أسست مؤسسة اسمها مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات في الداخل الفلسطيني، لها مكتب في القدس أغلق قبل أيام ولها مكتب في النصر. هذه المؤسسة توفر 400 إلى 500 طالب علم من جميع الأجيال والنساء والرجال، ويأتون كل يوم من أقصى الشمال الفلسطيني والجنوب الفلسطيني والقدس من الساعة 7 يتوزعون على عدة مصاطب في مصاطب الأقصى، وهي يعني عبارة عن مصطبة مرتفعة قليلا على الأرض عادة ما يكون فيها محراب، يجلسون ومعهم مدرس إما في الدكتوراه حاصل على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الفكر والتاريخ.
يتوزعون في الناحية الغربية والجنوبية وأحيانا الشرقية، وهي المناطق التي يركز الاحتلال عليها في اقتحاماته. هذا التواجد اليومي، هذا المشروع الاستراتيجي يعزز منه مسيرة البيارق. مسيرة البيارق هي مؤسسة تأتي بالداخل الفلسطيني بحافلات مجانية إلى المسجد الأقصى. خلال العام يعني توصل أكثر من 8000 حافلة سنويا. هؤلاء أيضا يأتون إلى القدس والمسجد الأقصى. طيب. يأتون إلى المسجد الأقصى للصلاة ويأتون للقدس من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني في المنطقة القريبة من المسجد الأقصى. هؤلاء يعاملون بقسوة، هؤلاء يعاملون بالتحقيقات، هؤلاء يعاملون بالتضييقات والاعتقالات والإبعادات، ولكن رسالتهم ما زالت واضحة. نحن في الأقصى باقون، الأقصى لنا، مسجدنا لا هيكلهم، وهم مصرون على أن يكونوا طليعة الأمة التي ستحرر المسجد الأقصى المبارك. يا أخي الكريم، رغم الصعوبات رغم الآلاف، ولكن نحن نعتقد أن وعد الله آت، وأن المسجد الأقصى وأن الأمة ستجتمع يوما ما قريبا من أجل نصرة القدس والمسجد الأقصى، وسنجتمع قريبا إن شاء الله، إن شاء الله، في ساحات المسجد الأقصى المبارك إن شاء الله. أستاذ محمود أبو عطا، المسؤول الإعلامي في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة. دكتور عبد المعز، يعني سنخرج نحن لفاصل القصير ونتابع هذا النقاش إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، أرجو أن تتفضلوا البقاء معنا، سنخرج لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية، والذي نناقش فيه المخاطر التي تهدد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى. وأجدد الترحيب هنا معي في الاستوديو الدكتور عبد المعز حريز، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية وعضو هيئة علماء فلسطين في الخارج. أهلا وسهلا دكتور مرة أخرى. أهلا بكم، الله يحييك. دكتور، يعني هذه المخاطر الحقيقية التي تهدد الأقصى، يعني وما يجري ضد المدينة المقدسة، ضد الإنسان، ضد البناء، ضد العمران، ضد المقدسات، يعني ما زال بعيد عن الاهتمام الجدي العربي والإسلامي، لماذا؟ هو لماذا بعيد، أو ما صورة الواقع العربي والإسلامي الذي به نحلل القضية؟ يعني في الواقع اليهود يقومون بكل هذه الأعمال. اليهود يهدمون البيوت، يطردون الناس، يمنعون الشخصيات والنشطة من دخول الأقصى، يمنعون مصاطب العلم ودعوة العلماء، يقسمون الأقصى مكانيا وزمانيا كخطوة لوجود الهيكل والدولة، طرد الناس من فلسطين، كل فلسطين وعلى رأسها القدس وما حولها. وكل المجالس اليهودية تقر هذا وتعلنه على أنه يصبح قانون دولة في المقابل، والأمة نائمة في المقابل. لو كانت نائمة وساكتة تترك الشعوب تعمل لكان خير، لكن المشكلة كالآتي. المشكلة، أنا قلت قبل قليل أن السلطة الفلسطينية تقوم بمباحثات فيما يخبرنا الإعلام من وراء الكواليس. في المقابل الدول العربية تحاول أن تحيي المبادرة العربية لتقول مبادلة الأرض. نقول أي مبادلة هذه؟ أرض من بأرض من؟ أن يبادلوا الأرض التي يعيش عليها الآن اليهود واحتلوها من الفلسطينيين، هذه الأرض الإسلامية، ليبادلوها بأرض إسلامية. المبادلة تكون إذا كنت أملك شيئا أبادله معك، أما شيئا أنا أغتصبه منك أحتله منك ثم أقول لك تعال شو رأيك تبادلني بشيء. المبادرات العربية تطالب الفلسطينيين بأن يقبلوا، بأن يعقدوا مبادلات، ولعل هذه المبادلات الأراضي، لعل جزء منها فيما لا نعلم بعد أن يكون الأقصى أو أن يكون جزء من القدس، أن تكون مبادلة عربية حتى نعلن دولة بلديات في جزء من الخليل، جزء من رام الله، جزء من أريحة، نعمل منه مجموعة أقاليم وبلديات تحت ما يسمى أي حكم من الأحكام. لكن يا دكتور، يعني عفوا، ألا تحملون السلطة الفلسطينية يعني فوق طاقتها عندما تحملونها هذا العبء لوحدها؟ يعني الأمة الإسلامية والأمة العربية كلها لا تحرك ساكنا. يعني أنت تحدثت في الجزء الأول من الحلقة عن بيان لعلماء المسلمين، ونحن في مقدمة الحلقة ذكرنا عن بيان لعلماء الأردن، لكن هذه بيانات يعني أصبح العلماء مثلهم مثل الحكام،
يعني يكثرون من الشجب والاستنكار ولا يقدمون شيء عملي. يعني اتحاد العلماء دعا لمظاهرات هذا اليوم، لم يسمع بهذا البيان أي أحد، ولم تتحرك الأمة للتظاهر من أجل الأقصى. أنا قلت أنه البيان أنا اعتبرته الزمن كان في خلل في إعلانه من حيث الزمن، فيعلن يوم 21 والجمعة 22، وكنت أتمنى البيان أن يكون لأسبوع للقدس وفلسطين في الداخل والخارج، لكن هذا لم يحصل. العلماء في الحقيقة نحن لا نشجب، نحن ندعو الناس إلى أن يلتف الناس حول بعضهم ليعودوا إلى دينهم، ليعودوا إلى جهادهم، ليعودوا إلى مكانتهم الحقيقية مع العلماء، حتى يكون لهم دور حقيقي مع أنظمتهم، مع شعوبهم، مع حكامهم، ليكون هناك حماية للأقصى بطريق أو بآخر. لو أردنا أن نكون عملياً دكتور، يعني متى يمكن للأمة أن تصحو فعلاً لتقوم بواجبها الشرعي الذي تفضلت بذكره في بداية الحلقة؟ أما متى، وكأنك تسأل ليس عن الغيب وإنما نسأل عن الواقع. نعم أنا أتحدث عن الواقع، أنا عن سنن الكون، عن التاريخ. سنن الكون أن هذه الأمة لا تصلح في حياتها إلا بما صلح به أولها، ولا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. نحن معركتنا مع اليهود ليست معركة أرض فلسطينية ولا أرض سورية ولا أرض تراب معين، نحن معركتنا معركة حضارة وأمة، ولذلك لكن نحن نفهم المعركة هي معركة احتلال صهيوني لأرض عربية إسلامية، صحيح، وليس الصراع بين المسلمين واليهود. لا هو اليهود كيهود في العالم مش موضوعي، اليهود في فلسطين واحتلالهم لفلسطين كاحتلال لفلسطين صاروا مغتصبين لي. أنا لن أذهب لأقاتل اليهودي في نيوزيلندا أو في أمريكا ولا في أي دولة، مش موضوعي هذا. هو يعيش هناك، بالعكس يحملوا أنفسهم ويخرجوا من بلادنا وسهل الله عليهم، ما لنا علاقة فيهم. لكن هذا اليهود، ولذلك أنا أقول اليهود لأنه اليهود فعلا، وليس هناك كما قلت في المقدمة صهاينة، كل اليهود في فلسطين صهاينة، كلهم محتلون، كلهم غاصبون، كلهم معتدون، كلهم قتلة. ولذلك نقول هؤلاء اليهود بهذا الوضع عندما احتلوا هذه الأرض، الواجب على الأمة أن تعود إلى دينها، أن تعود إلى وضوح المعركة أمامها حتى لا تختلط الأوراق على الناس. نحن عندما نقول إن المعركة معركة حضارة ودين وأمة حتى لا تختلط المعركة مع الناس، معركتنا ليست تراب محدد لذاته، وإنما لأن هذا التراب قد كرمه الله ثم صار أرضا إسلامية بأمر من الله عز وجل وبإسراء النبي صلى الله عليه وسلم، فصار واجبا شرعيا علينا أن نكون نحن ورثة موسى وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين نحمل هذا الحق وهذا المنهج. يعود الناس إلى المنهج، يرجع الناس إلى صوابهم بطريقة أو بأخرى، عندها يمكن أن يكون. لكن لأن يصل الناس إلى هذا، حتى نكون واقعيين، هناك خطوات يمكن للناس أن يقوموا بها. أنا أقول المعركة التي يمكن أن تكون ليست هي بين عشية وضحاها. نحن لسنا نعيش في فراغ، نحن ندرك الواقع الذي تعيشه الأمة، السياسي والاجتماعي، والواقع الذي تعيشه الأمة مع اليهود والعالم كله، لكن لا بد من خطوات جريئة تقوم بها الأمة على المستوى الفردي والجماعي، علماء وأفراد وأنظمة وحكومات. يا دكتور نحن نبحث عن هذه الخطوات، ما هي هذه الخطوات؟ يعني الصهاينة والمحتلين يعتمدون على قوتهم الذاتية وعلى قوة أمريكا والدعم الغربي لهم، ويعتمدوا أن لديهم مشروع ويسيرون بتنفيذ مشروعهم في خطوات رتيبة منظمة ومنهج كامل. ولكن ألا ينبغي أن يكون للأمة مشروع وأن يكون هناك خطوات عملية؟ يعني هذا مجرد تنظير. ربما المشاهد يعني يقول طب يعني ألا يوجد أوراق قوة تلعبها الأمة؟ الأمة تلعب بورقها عندما تكون أمة لها قيادة تحكمها واحدة. إذا المشكلة في القيادة؟ بلا شك القيادة لها دور كبير، القيادة لها دور كبير والأمة لها دور. الأمة إذا استعادت قوتها كأمة تستطيع أن تفرض على قياداتها شيء، كما أن العالم العربي اليوم استطاع في مواقع متعددة أن يفرض على قياداته أشياء كثيرة. عندما تصل الأمة إلى وعي بأن معركة الأقصى هي معركتها، وأن اليهود اليوم في فلسطين ليحكموا بقية العالم الإسلامي ويصبح مؤتمرا بأمرهم، عندها سيشعر الناس بأن الذي يشعر بأنه مؤتمن اليوم على مقعده وكرسيه وبيته غدا لن يكون أمينا إلا مؤتمنا على بيته ولا آمنا في بيته. ولهذا نقول ندعو الناس لأن يعودوا ليعوا المعركة، وأن يهيئوا أنفسهم بالعمل الدؤوب الذي به تصورا وفكرا وسلوكا، دون ذلك لا يكون. إذا لم يكن هناك علاقة
توافقية بين الأنظمة أو بين الحكومات أو بين الإدارات التي تدير هذه الشعوب مع الشعوب لن يكون هناك حل. طيب اسمح لي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله السيد أحمد الرويدي مسؤول ملف القدس في الرئاسة الفلسطينية. أستاذ أحمد مرحبا بك معنا. مرحبا بك من القدس وليس من رام الله. من القدس أهلا وسهلا بكم وبجميع إخواننا وأهلنا في القدس. أستاذ أحمد أستاذ أحمد يعني أنا أريد أن تطلعني على الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية للضغط على الإسرائيليين لمواجهة هذه الجرائم المتكررة بحق الأقصى والمقدسات والمدينة المقدسة. يعني نحن في حرب مع الاحتلال، هناك معركة بمعنى الحقيقي، ربما الإعلام لا يغطيها بالشكل الدقيق. إسرائيل تمارس ضدنا كل السياسات، ضد كل الأدوات، كل الموازنات، تستخدم الجمعيات الاستيطانية، القضاء الإسرائيلي، القوانين الإسرائيلية، الأمن الإسرائيلي، وبالتالي هناك يعني معركة بالمعنى الحقيقي. لكن دعني أقول نحن بنحاول بكل الإمكانات المتاحة بين أيدينا من خلال مؤسساتنا وأهلنا في داخل مدينة القدس بالتواصل اليومي والتواجد باللجان الشعبية وبخيام الاعتصام ومحاولة توفير بعض الدعم اللازم لبعض القضايا المهمة كالدفاع عن العقارات والمنازل المهدمة ودعم بعض المؤسسات. لكن دعني أقول لك إذا أردنا نتحدث بشكل صريح الإمكانات المتوفرة لدينا هي ضئيلة ولا تتناسب والاحتياجات في القدس، وبالتالي كن دائما نقول نعتمد على أمتنا العربية والإسلامية. للأسف هي تتركنا لوحدنا في معركة القدس، تسمع عن مؤتمرات عن أرقام كبيرة لدعم القدس، نصف مليار دولار، مليون مليار دولار، لكن عندما تأتي إلى أرض الواقع هذه القرارات لا يوجد لها أقدام تسير باتجاه القدس وتبقى حبرا على ورق، وبالتالي يبدو أننا تركنا لوحدنا. ومع ذلك أقول لك وأنا مؤتمن على ما أقول 46 عام لم تستطع إسرائيل ولم تستطيع إن شاء الله في المستقبل أن تغير من أنه هاي حقيقة أنه هاي مدينة محتلة، مدينة عربية بعدها مسيحي إسلامي، وأن كل ما تحاول أن تصنعه على الأرض لن يغير من هذه الحقيقة، وأي مشاهد على الأرض في القدس الشرقية يدرك ذلك ويشعر به، لأنه المدينة ما زالت تحتفظ بطابعها وبعدها العربي الإسلامي المسيحي. أستاذ أحمد أنتم من وجهة نظركم هذه الزيادة الملفتة للانتباه في الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل مجموعات متنوعة من الصهاينة، ما هي دلالتها من وجهة نظركم؟ ثم كيف تنظرون إلى الدعوة لاقتحام جماعي في 28 من الشهر الجاري لساحات المسجد الأقصى من قبل المتدينين الصهاينة؟ يعني إسرائيل تريد أن تستغل اللحظة السياسية الآن مع انشغال العرب بالثورات الداخلية والبعد الدولي اللي بدأ يهتم بقضايا أخرى في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية، وتحاول الآن أن تغير الحقائق على الأرض في المسجد الأقصى المبارك على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. الذي يعطل المشروع الإسرائيلي هو تواجد نواهنا من داخل الخط الأخضر في المسجد الأقصى المبارك، ومن هنا أنا أقول أن الكل يتحمل مسؤولية الآن، ويجب أن نقول أنه فقط القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، التاريخ لن يرحم أحد ولا أحد يدعي اليوم أنه لا يعرف ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. إسرائيل تتحدث الآن عن خمس المسجد الأقصى المبارك تريد أن تأخذه وتقيم عليه كنيس في المنطقة الشرقية عند مقبرة باب الرحمة، تتحدث عن أنفاق وغرف تجهز لافتتاحها في منطقة باب المغاربة أسفل المسجد الأقصى المبارك، أكثر من 13 نفق لدينا وثائق تؤكد وجودها، كلها تسير باتجاه المسجد الأقصى المبارك. من هنا هناك مسؤولية تاريخية، إحنا موقفنا واضح فيما يتعلق بالقدس، على الموقف السياسي واضح، القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، هذا موقف ثابت للقيادة الفلسطينية، وبالتالي يعني إحنا بنقول إنه الكل يرحم التاريخ أنه قصر بحق مدينة بحجم القدس وبحجم المسجد الأقصى الذي هو ذو القبلتين والثلاث الحرمين. طيب أستاذ أحمد يعني واضح مما تفضلت أن المعركة أكبر من إمكانيات السلطة الفلسطينية، وأن السلطة الفلسطينية كما تفضلت أنت يعني هي تشجب من جهة تستنكر لا تهيب وتستنكر فقط، هي الجهة الوحيدة اللي بتقدم الدعم للمقدسيين. نعم يعني نعم. تتحدث عن دعم لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية اللي يهدم منزله هو بحاجة إلى مكان يأويه، إحنا اللي بنوفر الدعم له، اللي بمخالفة البناء، الضرائب، المؤسسات، قطاع التعليم، الصحة، المستشفيات،
تتحدث عن مراكز شبابية، مؤسسات، حركة تجارية في البلد القديمة. هي ليست تجم، هذا التجم ربما تسمع موقف هنا أو هناك، لكن على الحقائق الأرض يعرفها المقدسيون بشكل جيد. نعم. وأنا ابن القدس وابن بلدة سلوان اللي يهدد بستانها، وأقيم مباشرة بجانب المسجد الأقصى المبارك وأعرف ماذا أقول. جميل جميل. بالإضافة لما تفضلت به من دعم صمود الناس الموجودة بالقدس والموقف السياسي الواضح والشجب والاستنكار، هناك أيضا السلطة دائما تهيب بالأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي أن يتحرك. يعني على سبيل المثال قبل أسبوع أو أسبوعين كان الأخ أحمد قريع أبو العلاء يتحدث عن محاولات دولة الاحتلال أسرلت وتهويد المدينة المقدسة، وتحدث في خطاب طويل أو في بيان طويل عن إجراءات الصهاينة في هذه المدينة، ثم في النهاية يطالب الأمة العربية أن تعي هذه المخاطر وأن تتحرك بناء على ذلك. لكن الأمة العربية في المقابل، نحن عندما نتحدث مع البعض من أبناء الأمة العربية يقول يا أخي إحنا إذا السلطة الفلسطينية لا تستخدم كل الأوراق المتوفرة لها، فلما تلومون على المجتمع العربي والدول العربية والحكام العرب؟ يعني هذا هروب من الواقع. إذا بتحدث بشكل واضح، ما ذكر أبو علاء يعني هو مذكور في خطة إسرائيلية أطلقوا عليها 2020، يتحدثون عن برنامجهم فيما يتعلق في القدس. 28 مؤسسة إسرائيلية تعمل كلها لتهويد القدس بالاستيطان ومصادرة العقارات، والآن البلد القديمة ومحيطها من الشيخ جراح مرورا بجبل الزيتون وانتهاء بحي البستان في سلوان إلى منطقة باب الخليل. هذه المنطقة يطلقون عليها الحوض الوطني المقدس. يعني شوف، هذا تهرب من الحقيقة. إحنا القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ندرك الحقائق على الأرض، ونتواجد بشكل بمعركة يومية. يوميا يتم اعتقالات في القدس، يوميا هناك مواجهات في مناطق مختلفة، يوميا هناك في مرابطين ومرابطات في المسجد الأقصى المبارك يتحدون الاحتلال. لكن عندما تأتي إلى البعد العربي والإسلامي، يا أخي إحنا بنقول إذا ما بدهم يعطونا الدعم إحنا نعطيه للمؤسسات، يتوجهون للمؤسسات مباشرة. ما الذي يمنع دولة إسلامية وعربية أن تحمل مستشفى المقاصد الذي مهددة بالإغلاق، علما أنها تقدم الخدمات الصحية لكل الوطن الفلسطيني وليس فقط لأهل القدس؟ مستشفى المطلع الذي يتعالج فيه مرضى السرطان من غزة والضفة الغربية، ما الذي يمنع هؤلاء أن يقدموا الدعم بدل أن يأتي الدعم فقط من الأوروبيين وبعض المؤسسات المسيحية في العالم؟ وعندما تتحدث عن البعد الإسلامي، بعض الأموال تقدم من البنك الإسلامي أو بيت مال القدس الشريف، صحيح أنها مهمة لكنها غير كافية. أنا بقول أنه إذا أردت أن تهرب تستطيع أن تبحث عن الحجج، لكن نعم. هذه مسؤولية والكل يتحمل مسؤوليته، والكل يدرك ما هو يجري على الأرض، وكلهم كل الجهات العربية والإسلامية. سيد أحمد يعني لو الاحتياجات القدس، لو سمحت لي يعني خلينا أكون شوي أكثر صراحة معك. البعض من العرب والمسلمين ربما لا يعرفون ما تقوم به السلطة الفلسطينية بشكل واضح، لكن الذي ينطبع في أذهان الناس من الإعلام هو أن السلطة الفلسطينية مستمرة في مفاوضات مع الاحتلال، وهذه ورقة مهمة في الضغط على الاحتلال لا تستخدمها وقف المفاوضات، ومستمرة أيضا في تنسيق أمني مع الاحتلال. فيصبح لدى المواطن العربي والمسلم في العالم أن الصورة يعني مشوشة، كيف يمكن أن يكون القدس في خطر ومفاوضين وقادة فلسطينيين يجلسون مع تسيبي ليفني وغيرها للمفاوضات، وبشكل يعني اسمح لي هي تعبيرات نفس المفاوضين أنها مفاوضات عبثية. يعني شوف، أنت في معركة سياسية، في معركة شعبية، في معركة انتفاضة هنا وهناك، أنت تتحرك بكل الأصعدة لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية. إحنا عندما توجهنا للأمم المتحدة كان الطلب لقرار أممي، صدر هذا القرار. يجب أن نتعامل كيف نترجم هذا القرار على أرض الواقع. لا يجوز أن تفصل نفسك في البعد السياسي عندما تتحدث سياسي وتقول أنا بدي أحط رأسي بالرمل وما لي علاقة ما يجري في حولي في المنطقة وما يجري في العالم. إذا لم تكن موجودا لن تستطيع أن تؤثر وتنتج وتحقق حلمك بإقامة دولتك الفلسطينية وعاصمتها القدس. في الجانب الآخر من سؤالك، يعني العرب والمسلمين طالبونا في مشاريع جهزنا لهم خطة متكاملة دعمها الاتحاد الأوروبي اللي حددت احتياجات القدس وقدمناها في كل المؤتمرات العربية، وبعد مؤتمر القدس في الدوحة طلبوا خطة جديدة ومشاريع جديدة، أيضا أرفقنا خطة وبعثنا بها إلى كل الجهات العربية والإسلامية. أنا بدي أقول لك 5% فقط من هذه الخطط ما قدم العرب والمسلمين. هم لا يستطيعوا حماية عقار في القدس،
تجينا الوفود عم بتزور المسجد الأقصى المبارك تكتفي في الصلاة ثم تذهب ولا نراها ولا نشاهدها ولا تلتقي المقدسيين. أنا من هنا مرة أخرى بقول إنه الكل يتحمل المسؤولية والكل لا يجوز أن يتهرب تحت حجج مختلفة، وما أسهل أن تتحدث عن حجج حتى تتهرب من استحقاق بحجم مطالبات مدينة القدس. أستاذ أحمد، قبل أن أختم هذا الحوار مع حضرتك، يعني في عجالة، يعني أنت ابن القدس ومسؤول ملف القدس في الرئاسة الفلسطينية، هل ألا تعتقد أن ما يجري الآن من هجمة على المقدسات وعلى المدينة المقدسة يستحق التلويح بقطع المفاوضات أو التنسيق الأمني مع الاحتلال احتراما للقدس؟ يعني أولا هناك إذا يعني ما تشغلنا في موضوع المفاوضات، نلعب بالعواطف، هذه مسألة سهل تستطيع أن تتحدث عنها بهذا الشكل. اليوم العالم واعي وشعبنا الفلسطيني واعي ويدرك ما الذي يحدث. أنت عندما تعطي نافذة أنت تعلم ما هي النتائج المترتبة عليها ولا تكتفي بها. والوفد المفاوض قد أعلن استقالة، والإدارة الأمريكية وبعض الدول العربية والإسلامية تضغط علينا أن نبقى في هذه المفاوضات وتريد أن تتركنا لوحدنا في مواجهة مباشرة مع المحتل. لكن إحنا عندما حددنا سقف لمدة 9 شهور لإعطاء فرصة لهذه النافذة، ليس معنى ذلك أن هناك نية لأي تنازل عن الثوابت الأساسية للشعب الفلسطيني. أشكرك. والقيادة الفلسطينية واضحة في هذا الموقف. أشكرك أستاذ أحمد الرويدي، مسؤول ملف القدس في الرئاسة الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. أستاذ عبد المعز، يعني الصورة اللي في أذهان الأمة العربية والإسلامية عن الفلسطينيين يعني الأصل يعني غير تبدو غير منصفة لهم، يعني المفاوضات هي من باب المسؤولية الوطنية وليس من باب التقصير في حق القدس، ماذا تقول؟ أنا سمعت للأخ من القدس فأقول أسأل الله تعالى أن يبارك في أهلنا وأن يثبتوا في فلسطين جميعا. الحقيقة تعليقي على هذا، نحن نطالب الأنظمة العربية بدعم أهلنا في فلسطين ودعم كل ما هو فلسطيني في فلسطين، لا لأن يكون ليكون على هيئة تريدها الأنظمة في الخارج أو الداخل، وإنما نريده على هيئة يمكن أن يثبت بها ليحقق هدفا منشودا. لذلك أقول إن الذي يجري من السلطة الفلسطينية في الحقيقة، أنت أشرت في سؤالك للأخ الكريم حول التنسيق الأمني وسمعت إجابته، أقول السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني وتوقف اعتقال المقاومين في داخل فلسطين، تستطيع أن نوقف كل مساس بالأقصى. لكن اليهود في فلسطين عندما يرون أن السلطة الفلسطينية تعتقل المجاهدين وتعتقل حملة السلاح وتعتقل كل خلية يمكن أن تقوم للمقاومة في فلسطين، ثم نقول للفلسطينيين ماذا يجب عليكم؟ هل يجب علينا أن نذهب للمفاوضات بهذه الطريقة العبثية؟ أقول إن على الأمة أن تدعم المقاومة في فلسطين، وعلى السلطة الفلسطينية إن أرادت حقيقة أن تنقذ الأقصى وأن تبعد أي مساس في الأقصى أن ترفع يديها عن الأذى الذي تلحقه بالمقاومين في فلسطين. إذا لم ترجع السلطة الفلسطينية وبعض رجالاتها إلى العهد القديم الذي كانوا عليه يوم أن نادوا في بداية الستينات لأن يكونوا مجاهدين ومكافحين وأبطال لتحرير فلسطين بالسلاح، أقول إذا لم يرفعوا أيديهم عن أبناء فلسطين الشرفاء في مقاومتهم الآن، لو رفعت اليد وبدأت المقاومة في داخل فلسطين في الضفة الغربية أو في غيرها، لما استطاع اليهود ولا أي واحد من اليهود أن يصل الأقصى. لكن دكتور، يعني هل يعذر هل يعذر العرب والمسلمين خارج فلسطين؟ لا لا لا، حتى لو قصرت السلطة الفلسطينية لا يعذر العرب والفلسطينيون في الخارج. أقول الفلسطينيون أهل الأرض الذين خارج فلسطين، والمسلمون عموما في الخارج أفراد ودول، هم عليهم أن يقوموا بالذي يستطيعونه اتجاه هذه الدولة واتجاه هذه المقاومة واتجاه هذا الثبات والرباط في فلسطين. ما تفضل به الأخ من القدس حول موضوع المشاريع، نحن نعلم أن الجمعية الخيرية في العالم العربي كثير منها الحقيقة يدعم بعض المشاريع لكن ليس بالشكل المطلوب، وهو دعم من أصحاب الخير وأصحاب الجمعية الخيرية بشكل فردي أو بشكل مؤسسي تابع لبعض الدول، لكنه لا يكفي وليس هذا هو المطلوب لا من المؤسسات في الخارج ولا من الدول. ليس المطلوب هو أن نطعم على أهميته. نطعم على أهميته وفضله وضرورته وضرورته. أنا عندما يهدم بيت ثم أؤمن له من أي مؤسسة خيرية في الداخل أو الخارج لأن يبني بيتا بدلا منه، هذا من الرباط والجهاد. ومن جهز غزيا فقد غزا عندي في الشرع. ولذلك أقول للمسلمين الفلسطينيين أولا في الخارج والمسلمين غير الفلسطينيين في الخارج،
كلكم فلسطين لكم، وكلكم فرض الجهاد عليكم بأن تدعموا هذا الجهاد في فلسطين. أقول للسلطة في الداخل إن لم ترفع أيدي السلطة يدها عن المقاومين في داخل فلسطين فالأقصى لن يكون في خطر فحسب، بل سنرى أن الأقصى سيهدم أمام أعيننا لأن طيب. السلطة لم تدعم هذا. أقول المشروع كالآتي: في داخل فلسطين إذا رفعت الأيدي عن المقاومين أخرجوا من المعتقلات الفلسطينية في أمن السلطة ليناوشوا اليهود، اليهود لن يجرؤوا أن يصلوا الأقصى. طيب، قبل أن ننهي هذه الحلقة دكتور عبد المعز، يعني تاريخيا كيف تم تحرير الأقصى والقدس؟ وهل هناك أي إرهاصات، أي مؤشرات على اقتراب حل يسر المسلمين ونرى فيه القدس عزيزة محررة؟ نعم، الحقيقة القراءة في التاريخ تعطينا بشرى كبيرة. البشرى أن الإنسان عندما يرجع إلى الله عز وجل، والتاريخ أمامنا في مشاهد، مشاهد الحروب الصليبية وصلاح الدين، مشاهد صلاح نور الدين زنكي قبل صلاح الدين، هذه المشاهد اللي جاءتنا كانت الأقصى وكان الاحتلال الذي أصاب الأقصى من الصليبيين وغيرهم قد وصل مدة من الزمن لم يعد للمسلم في يومها رؤية بعيدة أنه يمكن أن يعود الأقصى للإسلام، ولكنه رجع عندما رجع الناس إلى الإسلام. لما رجع الناس إلى الإسلام صلاح الدين من الخارج، قد يقول قائل هل يمكن للفلسطينيين أن يحروا فلسطين من الداخل؟ نقول لا، نحن لا نقول للناس في الداخل بأنكم ستحررون الأرض بجهادكم الداخلي فقط، بل يتوجب أن يكون هناك جهاد من الداخل وجهاد من الخارج. التاريخ الإسلامي يبين لنا أن الجهاد من الخارج، جند مصر أو جند الشام، ونعني أو جند الشام ومصر، وجند الشام ومصر معا، إذا كان هناك في الشام أو مصر جند يستطيع ويفكر في فلسطين والأقصى التفكير الإسلامي، عند ذلك سيكون هناك شيء. ولهذا ما ورد على لسان ضيفنا الأول بأن اليهود تستغل الآن الوضع الإقليمي، نعم يستغل وضع مصر وما فيها من تفتت، ويستغل وضع سوريا وما فيها من تفتت، لأن جند الشام وجند مصر لم يعد لهم وجود الآن وانشغلوا بأنفسهم وبحالهم. ولهذا لو كان جند مصر وجند الشام على هيئة حقيقة من التوافق والوعي الشرعي والديني لهذا الموضوع لما استطاع اليهود أن يقدموا لا على وضع علم اليهود على قبة الصخرة ولا على أن يأتوا ليقيموا التراتيل في الأقصى، وإنما هم لما رأوا الأمة قد ضعفت وانشغلت بحالها بتخطيط منهم أو منا بغض النظر كيف صار، لكنه أدى إلى هذا. أعود مرة أخرى وأقول أدعو أبناءنا وإخوتنا في الشعب الفلسطيني في الداخل أن يرفعوا أيديهم، من كان له يد يرفع يده عن المقاومة حتى نشغل اليهود ونشغلهم بالمقاومة فلا ينشغلوا بنا وبمقدساتنا. دكتور عبد المعز حريز، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، ونتمنى لك التوفيق في زيارتك إلى لندن، وبالغ الشكر لكم مشاهدينا الكرام على كريم متابعتكم، وإلى أن نلتقي يوم الجمعة القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.